لا أجر نبغي لا وساما لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى واية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جديد ونقول طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أهلا بالحضور الكريم، شرفيني في القاعة النهاردة. هنبدأ محاضرتنا النهاردة، محاضرتنا بتتكلم عن جدد حبك. أحب أتعرف جدا على الحضور، يا ريت كل الحضور يشرفوني ويقولوا هم من فين. أهلا بك يا أستاذة سلمى، منورة القاعة. عاوزة كل الحضور يقولوا لي هم من فين. أستاذة سلمى من سوهاج من مصر، أهلا بيكي أستاذة سلمى. أستاذة نهى الموالي، أستاذة نهى من القاهرة، أهلا بيكي. ها بقية الحضور منتظرة مشاركات. أستاذ أحمد طه من بني سويف من مصر، أهلا بيك يا أستاذ أحمد. أهلا بيك أستاذ ربيعي طه من الرياض، أهلا بيك. بقية الحضور هبدأ المشاركات. النهارده محاضرتنا مليئة بالمشاركات، مليئة بالأفكار، مليئة بالاستمتاع. طيب من الحضور من اول محاضرتنا دلوقتي، يا ريت يشاركونا، نجيب ورقه وقلم، نحضر كل ادواتنا قبل ما نبدا محاضرتنا. يا سلام لو قعدنا في مكان يوحي بالمحاضره، حاول نجدد حبنا واحنا كمان قاعدين بنستمع للمحاضره وبالمشاركه. اهلا بيك استاذ حسيني من المغرب، اهلا بحضرتك. مع بعضنا حابين اثناء الدوره عاوزين يكون عندنا مشاركات ابداعيه، وده اللي بعهده دايما من قاعه الدارين. نناقش اي سؤال او اي استفسارات هنشوفه باذن الله في وقت البريك، وبعد انتهاء المحاضره هستقبل مكالماتكم او الشات معاكم وعلى التواصل باذن الله على قناه مبدعين. وايضا نركز جدا في الكلام اللي بيتقال، نحاول نطبقه. انا لسه منتظره بقيه المشاركين يقولنا هم من فين. دايرتنا ليها اهداف ان احنا نتعرف على معلومات جديده، نقدر نكسب بعض، نساعد الزوجين ان هم يعرفوا عبير الحب. ان شاء الله بعد المحاضره ديت هنلاقي حاجات كتيرة اتغيرت فينا، طبعا بالأفعال وليس بالأقوال. هناخد جزء في أقوال كثيرة، وأيضا هنعرف إيه هي الأفكار اللي إحنا نقدر نطبقها عمليا. شكرا ليك أستاذ حسين. بعد الدايرة إن شاء الله طلبة من الحضور يكونوا هيمارسوا وهيطبقوا، ونلاحظ جدا المعلومات اللي هتتقال معانا مع بعض النهارده ان شاء الله مشاركتنا، ونستفاد من بعض. وطبعا طلب اخير، اسجد واقترب. الرسول صلى الله عليه وسلم جميل قوي، كان بيتعامل مع زوجته بطريقه رائعه، وكان بيناجي الله عز وجل في السجود. فيا ريت كلنا نتخذ القدوه ويكون ده محور حياتنا. ساعد غيرك ليحب مثلك، وخير الناس انفعهم للناس، وزكاة العلم نشره. فيا ريت ننشر لينك المحاضره كمان مع بعض، وكمان نتابع مع بعض، وكل اللي هنتعلمه في المحاضره النهارده ننشره لغيرنا. هنبدا دلوقتي بعد ما عرفنا هنعمل ايه في محاضرتنا، هنعرف ايه هي محتويات حضرتنا النهارده، هنعرف ايه هي مفاتيح الحب، وايه هي خطوات السعاده الزوجيه، وافكار يوميه خفيفه عشان نطبقها مع بعض، كمان 25 طريقه بتعبر بيها عن حبك لزوجتك، وكمان ما ننساش ان احنا هناخد 20 طريقه تكسبي بيها قلب زوجك.
مين معانا في الحديقة ومين هيطلع معانا رحلتنا النهاردة؟ أنا عاوزة مشاركات، واللي هيجي معانا في الحديقة وهيتفسح في حديقتنا النهاردة يكتب واحد. رائع، أهلا بيك أستاذة سلمى في رحلتنا. مين تاني؟ مين تاني هيجي معانا في الحديقة؟ أم علي، أهلا بيك يا أم علي، رائع. من أيضا سيكون معنا في الحديقة؟ لا، أنا حابة المشاركات، وده اللي احنا اتفقنا عليه في الأول، كل الحضور الكريم يكتب واحد عشان يشاركنا في محتوى حضرتنا. أهلا بيك أستاذة نهى، وأهلا بيك أستاذ حسين، رائع جدا. كده أضفنا ومن أيضا سيشاركنا. هنتكلم دلوقتي عن مفاتيح الحب. مفاتيح الحب مفاتيح كتيرة جدا، وطبعا أنا مش هقدر أوفي في محاضرة واحدة بس موضوع عن نتكلم عن الحب وعن فضل الحب، وكمان عاوزين نتعرف الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل ازاي مع زوجاته، عشان هو قدوة لينا، ونتعرف بالدليل ازاي نتعامل مع بعض. طبعا هناخد جزء بسيط النهارده من مفاتيح الحب ان شاء الله، في محاضرات اخرى نكمل هذا الجزء. طبعا معلومات كثيره ودسمه في محاضرتنا النهارده، فيا ريت تتابعوا وتنصتوا وايضا تشاركوا، اي استفسار متاح للجميع. معايا مفاتيح الحب: العباده والبسمه والكلمه الطيبه والسلام والعناق والقبله واللمسه وحسن الاستماع وايضا رقائق العين والرساله والمزاح واللعب والفسحه والهديه والاسرار والمروءه. بعد ما عرفنا مين كل دي مفاتيح الحب، عاوزه اسمع من حضراتكم ونشوف من حضراتكم تعليقات ايه هي تعتبر مفاتيح الحب ديت. تعليق ده على كل نقطه من النقاط اللي احنا قلناها عشان ندخل في التفاصيل. واللي هيشارك معانا هيبقى ليه سقفه كبيره، وطبعا نجمه. ها، عاوزين ملخص مفيد لمفاتيح الحب. والمودة والرحمة بين الزوجين، رائع جدا، شكرا ليكي. مفاتيح الحب هي مجموعة من السمات والأفعال التي يجب أن تتوفر عند الزوجين من اجل حياه سعيده. احسنت استاذ جدا مشاركتكم. تعالوا بقى مع بعض ونبدا مع اول مفتاح وهو العباده. شايفين ايه من الصوره؟ يا ريت نعلق على الصوره. طبعا بعد ما نعرف استاذ بتقول الصراحة والصدق في القول والعمل، رائع جدا يا أستاذة نهى على المشاركة الرائعة، شكرا ليكي. عاوز أكد بس إن الصوت واضح، من فضلكم نكتب واحد. جدا تمام. الصوت اللي مش واضح عند حد يا ريت يعمل ريفرش للقاعة. أستاذة سلمى هتتابع مع حضرتك. ها، مين هيعلق على الصورة اللي شايفينها؟ أستاذة نهى حضرتك سامعة الصوت كويس؟ معاكي يا أستاذة نهى. ها، طيب المفتاح الأول زي ما احنا شايفين في صورتين، منتظرة التعليقات. أول ما نعرف المفتاح الأول عن العبادة، طبعا أول ما نعرف المفتاح ده هنحس بصفاء في القلب، هنلاقي فيه نقاء في الصدر وشفافية في الروح، وطبعا هتتنزل علينا ملائكة الرحمة. طبعا ده أكيد لما يخرج الشيطان بعد العبادة. هنعرف إيه في مفاتيح الحب؟ أول مفتاح قلنا معانا هو مفتاح العبادة. مفتاح العبادة هنعرف فيه إيه؟ أول حاجة
حاجة هنعرف تعريفه، تاني حاجة هنعرف استشهادات ووسائل عملية لتحقيق المفتاح ده، وهنتبرر وناخد استراحة في حديقة الفد في أول مفتاح لينا. رائع جدا، هي العبادة أكبر من أفعال وحركات نؤديها كل يوم، بل هي اتصال برب العالمين. شكرا ليك أستاذ حسين. طيب عاوزين نعرف إيه هي الوسائل اللي بتحقق لنا مفتاح العبادة. قبل ما نعرف إيه هي الوسائل، عاوزين نعرف يعني إيه تعريف أو إيه هو مفتاح العبادة. هي فعلا أقوال وأفعال ظاهرة لينا، وطبعا بيكون النبض ليها هو القلب، لأن العبادات عبادات قلبية وفروض تتصل مع الزوجين. طبعا في آية قرآنية نستدل بيها على الكلام ده في سورة الأنفال آية رقم 63، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ده دليل قوي جدا عن ان القلوب بيد الرحمن يقلبها كيف يشاء. استاذة سلمى بتضيف لنا معلومة كل ما نتقرب به الى الله، فعلا شكرا ليكي يا استاذة سلمى، مشاركة رائعة. ايه بقى المسائل اللي بتساعدنا ان احنا نحقق اول مفتاح عشان نجدد حبنا؟ اول حاجة المسارعة للخيرات والدعاء معا، وقيام الليل معا، وورد قرآن معا، وقراءة الأذكار معا، والصوم والإفطار. كل دي الحاجات دي بتساعدنا إن احنا نتقرب من بعض جدا. طبعا وسارعوا الخيرات دي طبعا مشاركة رائعة لما يكون انتوا الاثنين تشتركوا في جمعية خيرية أو تعملوا حاجات خيرية مع بعض. صلة الرحم لكل منا فعلا يا أستاذة سلمى، لما تيجوا تصلوا مع بعض ده شعور رائع. يا سلام بقى لما تقعدوا تدعوا لبعض، ولو شايف كل واحد شايف ان جبت فيها مشكلة او فيه حاجة صفة مش عاجبها فيه، يا سلام لو قعدت تتعلم بجنب الغيب او طلعت صدقة او حضرتك طلعت صدقة بنية ان انت تغير من زوجتك، ربنا بيعينك جدا. اختيار الرفيق الصحي من الاول ده اساسي طبعا. المحاضرة دي طبعا المحاضرة الخامسة من قوافلنا الاسرية. اول كانت محاضرتنا كانت بتتكلم عن التأهيل، بتتكلم ازاي نختار صح، ودي كانت اخر محاضره طبعا اللي اتجوزوا خلاص، اللي هي جدد حبك بين الازواج. فالله المستعان طبعا ده اساسي جدا اختيار الصح من الاول. بعد ما اتعرفنا على الوسائل، عاوزين نعرف دلوقتي ازاي بقى نتدرب على المفتاح ده. علشان نتدرب على المفتاح ده لازم يكون قلب معلق بالله عز وجل، نقصد من العبادات. ويا سلام بقى لو اخترت عبادة تكون يسيرة وبتحبوها انتوا الاثنين وتطبقوها مع بعض. السلايد يحمل. ايه تاني الوسائل اللي تقدر تحقق لنا مفتاح العبادة دي؟ عاوزة مشاركات. عاوزة مشاركات وتفاعل مع بعض. طيب قلنا عشان نطبق المفتاح الأول ومفتاح العبادة هنتدرب أكتر على العبادات علشان نكون مع بعض. أهلا بيك يا أستاذة مها. أكثر العبادات حبا لقلبك والكلام، لو نختار عبادة ونطبقها مع بعض ونتعامل أسبوعيا على الأقل نشوف إحنا هنجلس ايه في العبادة دي. ننتقل بقى مع بعض للمفتاح التاني بعد الاستراحة في حدائق الحب. علشان اطبق المفتاح ده هبدأ مشوار الحب بتاعي بعد صلاة او القرآن الكريم او الاذكار. مفتاحنا التاني ايه؟ مين فاكر مفتاحنا التاني كان ايه؟ من يتذكر؟ ها اللي يقول السلام ليس السلام. هننتقل للسلام صبرا جميلا. بس سلمى لسه قلنا بعد مفتاح العبادة هنيجي المفتاح
البسمة. أحسنت أستاذ أحمد، رائع جدا، ممتاز. مفتاحنا التاني هو مفتاح البسمة. طب هنعرف على مفتاح البسمة ايه فيه؟ هندخل صورة على بعض ونحب ونلاحظ شدة إعجابنا ببعض ونكسب حنان كبير قوي، وطبعا بتكفير للسيئات بتاعتنا ونبعد الأحزان. ومع بعض إلى الحديقة الثانية، وهي المفتاح الثاني ومفتاح البسمة. تعتقد مفتاح البسمة هو ليه مفتاح مهم جدا في حياتنا؟ مين هيشارك؟ ليه مفتاح البسمة هو مهم جدا في حياتنا؟ أستاذة نهى بتشاركنا مشاركة رائعة، لأن البشاشة شرح للصدور وراحة للقلوب واطمئنان بصفة عامة. جزاكم الله خيرا أستاذة نهى. أستاذ عبد الله، لأن تبسمك في وجه أخيك صدقة. أحسنت أستاذ عبد الله، رائع جدا. وماذا أيضا؟ إيه تاني؟ مين مهم؟ هنعرف دلوقتي حالا هو مهم ليه؟ تعالوا مع بعض، لو كل واحد جنبه مراية، مين اللي جنبه مراية أو قريب جدا منه مراية؟ يجيبها بسرعة ويجي معانا ونشوف ونقف مع بعض ونعمل إيه؟ يا شباب، مين جاب المراية؟ كلنا أعتقد جبنا المراية. مع بعض كده هنقف قدام المراية مرة واحنا مقشرين قوي، هنلاحظ شكلنا عامل ازاي، وهنقف نفس مكاننا ونبص واحنا مبسوطين ونبتسم ابتسامه جميله، ونلاحظ الفرق. استخدمها لان البسمه عنوان الشخص والحاله المزاجيه المعبره عنه والمحدده لكيف تتعامل، وهل تتعامل اصلا ولا لا. جميل جدا، شكرا لك استاذه نهى. اللي واقف قدام المرايه وشاف نفسه وهو مكشر وشاف نفسه وهو مبسوط، اكيد لاحظنا الفرق مع بعض. نعرف بقى ايه هو مفتاح البسمه ده. طبعا تلقف الوجه، تلألؤ عند النظر الى الزوج او الزوجه، طبعا نشعر ساعتها بفرحه وسعاده للقلب، ونحس ان هم مع بعض صادقين في حبهم مع بعض. ده خدنا كده تعريف البسمة، وناخد دلوقتي انواع الابتسامات مع بعض. ايه هي تعتبر؟ ايه ده، هو في انواع للابتسامات؟ طبعا البسمة تختلف عن الاخرى. يا ترى ايه هي بقى انواع الابتسامات؟ اول حاجة معانا بسمة الرضا من أعماق القلب، بسمة كده تحس إن لما تبص لحد تبقى بسمة رضا. تاني بسمة بسمة الجمال في بسطة الوجه، يا سلام، تحس إن لما يبصوا لبعض كده بسطة تبصيلة جميلة وبسمة جميلة جدا. بسمة تسمى بالهموم فتنسى تنسي الأحزان، وأيضا بسمة المغضب بتديك ألم وبتحس إن ابتسامة صفراء. دي انواع الابتسامات، وعرفنا ان كل نوع للابتسامه مكان معين. بس عشان بعد ونعرف انواع الابتسامات ده، اكيد في استشهادات. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول تبسمك في وجه اخيك صدقه، زي ما استاذ عبد الله قال كده، وجزاه الله خيرا هو بيذكرنا. ايه تاني؟ ما رايت احدا اكثر تبسما من رسول الله. مبتسمين، وسبحان الله البسمة بتؤجر عليها صدقة، فكل شوية يبقى في ايه؟ صدقات كثيرة.
الثاني اللي هو مفتاح البسمة، هنلتفت ونبص مع بعض كذبة المرآة وهنكشر وهنشوف ايه الفرق اللي احنا لاحظناه، وأيضا المؤمن مرآته أخيه. نتحدث الآن عن المفتاح الثالث، هو مفتاح الكلمة الطيبة. بعد ما نتعرف على المفتاح ده هنعرف إزاي نكسب صداقات، وأيضا هنبعد الغضب، وهنحس بالراحة ونستمتع كثيرا، وهنحس بارتقاء رائع جدا. مين؟ أستاذ أحمد بيقول الكلمة الطيبة صدقة وتزيل ولو جزء قليل من الهم، وإن لم يكن بالجزء الكبير. فعلا أستاذ أحمد، وماذا أيضا؟ شركتكم رائعة، فياريت تكون في مشاركات إبداعية. يعني إيه كلمة طيبة بين الأزواج وفي الحب؟ إن أنا بنتقي أرقى الكلمات وبعبر عنها بمشاعري وعن طريق الكلام للطرف اللي قدامي. طبعا ما بنكتفيش بس ان احنا نجيب هديه وبس، لا احنا بنقول كلام حلو وبنزينه بالهديه. الطيبة تشعر صاحبها بالرقي النفسي من حيث المبدأ، والروح تطلع بالجمال ومن جمال الكلام. مشاركاتك إبداعية يا أستاذة، كما عجبناكي. الكلمة الطيبة مرآة القلب الطيب، أحسنت أستاذ حسين. طيب عشان نطبق بقى الموضوع الكلمة الطيبة هنعمل ايه؟ هي أول حاجة أول ما نصحى الصبح كده نقول كلمتين حلوين لبعض، وأول ما نقابل بعض نتكلم بكلام حلو، بلاش الزعيق وبلاش إن احنا نقول كلام يضايقنا، لا احنا نستخدم الكلام الحلو. طبعا عشان يكون عندنا وسائل عملية قبل ما نخرج من البيت، أيا كان فينا، إذا كان المرأة أو الرجل، ويقول كلام حلو. وطبعا بكلمة طيبة هتحسسك جدا باهتمام، ونتذكر ان الكلمة الطيبة عند الغضب صوابها رائع جدا، علشان انت كده بتهضم الغيظ، وده يبقى حاجة كويسة جدا. اثناء سفرنا يا ريت نختم كلامنا بكلام طيب، وعند المرض والانتقال من الكلام السيء الى الحسن الى الاحسن، ده بالتمران الكثير نتعود كتير ان احنا ما نقولش كلام يزعل بعض، نستخدم الكلمات الطيبه. عايزين نعمل تدريب، ايه هو التدريب ده؟ ان احنا نعمل اسبوع الكلمه الطيبه في سيدات رائعين، نروح عاملين يقسموا شهرين كده، ف اسابيع من ضمن الاسابيع اللي احنا بنقسمها نقول اسبوع الكلمه الطيبه. طيب ايه ممكن تاني في الاسابيع؟ ايه مقترحاتكم في الاسابيع؟ يا ريت تشاركوني في الموضوع ده ونشوف ايه الاسابيع التانيه. يا سلام لو كنا كل مفتاح لاسبوع. مفتاح مفتاح السلام. طبعا افشاء السلام هو طريق من الطرق إلى محبة الله عز وجل، زي ما قلنا في الأول أفشوا السلام بينكم. هنشعر بإيه؟ هنشعر بشعور باطمئنان، وطبعا الرحمة ما بيننا، ده كله في السلام. يعني إيه بقى مفتاح السلام؟ هنحرص على إفشاء السلام من لحظة القيام من النوم، مجرد إن إحنا نقوم من نومنا على طول نفشي السلام، السلام عليكم، لغاية ما نروح ننام تاني نقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طه الصوت استاذه منى بتشاركنا مشاركه رائعه، بتقول ان السلام هو تصافق النفوس لتمام الارواح قبل التصافق بالايدي او حتى رب السلام المتعارف عليه بتحيه الاسلام الرائعه. شكرا جدا جدا ليكي يا استاذه منى. الصوت كده واضح، من فضلكم لو الصوت واضح نكتب واحد. استاذ حسين، نعم السلام له معنى ودلاله روحيه. رائع جدا. عايزين نعمل واجب عمل الجنة. طب ايه هو الفرق بين كلمة سلام وسلامة؟ من يعلم؟ عايزين نطبق المفتاح ده. ايه هو ازاي نطبقه؟ طبعا هنصلي مع بعض زي ما احنا قلنا، اول ما نصحى وقبل ما نخرج وبتاع دخولنا البيت وقبل استقر، ويا سلام بقى مع السلام ده ناخد المفتاح اللي احنا قلناه قبل كده هو مفتاح البسمة، ونقول معاه الكلمة الطيبة وضرب صلة الرحم لا ننساها. رجع. طب الحمد لله يا استاذة نقر. الحب هو مفتاح العناق. مفتاح العناق ده بقى من اساليب السعادة الزوجية وتجديد حبنا لبعض. هنعرف ايه مفتاح العناق، هنعرف بعض، هنعرف معلومات كتيرة عن موضوع العناق، هنقترب جدا من موضوع المودة وحبنا مع بعض، هنستمتع جدا مع بعض، وايضا هنعمق حبنا القلبي مع بعض. هناخد في مفتاح العناق تعريفه، هنعمل تجربة وهنشوف ايه هي انواع العناق مع بعض كده. طبعا في انواع كتيره للعناق، وعناق القدوم اول ما تقابلوا بعض كده تعملوا عناق لطيف جدا وابتسامه حلوه وكلمتين حلوين، طبعا بيغير الجو جدا. وندعي مع بعض كثيرا علشان ربنا يفتح بين قلوبنا. وطبعا ما تنسوش العناق الخاص ده بيأثر تأثير جميل جدا في البيت. دي انواع العناق اللي هنعرفها النهارده، وده المفتاح. مين فاكر ده المفتاح رقم كام؟ مين متابع معانا ويقول لنا ايه هو المفتاح ده؟ ده المفتاح الخامس، هنبدأ مع بعض المفتاح السادس. مفتاحنا السادس هو القبلة. هنعرف ايه في المفتاح دول؟ هنعرف ان احنا هنبقى سعيدين جدا وهنبعد عن احزاننا بعد ما نتعرف على المفتاح ده. عايزين نعمل تجربة سريعة على المفتاح السابق. عارفين لما يكون في تيار كهربي؟ تيار الكهربي ده بيستخدم في جهاز علشان يولد الكهرباء، زي مثلا سلك معين، أو هنتكلم عن الدايرة. لو في حد هنا دارس علوم، الدايرة الكهربائية بتستخدم مفتاح وسلك علشان، أو لمبة علشان تكمل الدايرة الكهربائية. لو جينا شدينا السلك ده أو قطعناه، إيه اللي هيحصل؟ هيفصل. فتخيلوا ان الحب ده عامل زي توصيل الكهرباء او قطعها على الاجهزه اللي موجوده في البيت. لو جينا لاحظنا لو النور قطع فجاه مثلا، ايه اللي بيحصل؟ تحس ان الدنيا اختلفت عن ده قبلها. فيا ريت يكون في تواصل دائم مع بعض ومع الزوجين. المفتاح السادس بتاعنا هو مفتاح القبله. هنتعرف فيه على استشهادات نبوية، بس قبل ما ندخل فيه قوي هنعمل فاصل اعلاني. فاصلنا الاعلاني بيقول ايه؟
احذر من التدخين. لكل زوج بنصحه دايما ان يبعد عن التدخين، علشان التدخين جدا فعلا مضر ومضر للحياه الزوجيه. أعتذر أيضا مرة أخرى عن انقطاع الصوت. السلام عليكم مرة أخرى. استشهادات نبوية عن السيدة عائشة في موطأ مالك، كان بيقول: لا يمنعك أن تدعو من أهلك فتقبل وتعانق، وده من السلوك النبوي مع زوجاتك. عايزين نتعرف دلوقتي عن أنواع القبل. في قبلة شوق، قبلة رضا، وقبلة اعتراف، وقبلة اعتذار. كل قبلة تختلف عن الأخرى في طبعا معاني كثيرة لما بتيجي تطبق الكلام ده. واضح اكتب اثنين مرة أخرى واعتذر عن الانقطاع. كنا بنعاود وبنقول ان القبل ليها انواع وكل واحده ليها مكان. مكان قبله الرضا طبعا موضعها الراس، وايضا قبله الشوق هو موضعها اليدين، وقبله الاعتذار هو موضعها الجبين، والاعتراف بالفضل على الخدين، وقبله الشهوه موضعها الفم. ننتقل بعد كده للمفتاح السابع، وهو مفتاح اللمسة الرقيقة. أثناء تحميل السلايد اللي بعد اللمسة الرقيقة، في أي استفسار عن السابق؟ نعاود مرة سريعة. مفتاحنا السابع هو مفتاح اللمسة الرقيقة. يقول لك مفتاح اللمسة الرقيقة، بعد ما ننتهي من المفتاح دوت هنحس بالخصوصية جدا، هنحس بالحنان طبعا، هيثير رغباتنا الجميلة وهنعمق الذوق الرفيع. طب يعني ايه مفتاح اللمسة الرقيقة؟ طبعا اوعى تنسى يهود او يهود، لما تيجي تعمل لمسة حنية بتوصلها اسمها قهوة، عاملة زي السالب مع المنضب مع بعض، فبيحصل تيار، هو تيار الحب والمودة. في أنواع للمسات طبعا بنمسك مفتحة مع أول لقاء، وعند الشعر، وعلى الحاجبين، وعلى الخدين والأرجل، وأيضا لمسات أثناء الكلام. ده بيدعم جدا الحب بالأزواج. الثاني هو حسن الاستماع، وعايزين نعمل استراحة في حديقة من حدائق الحب. كان في إعرابي بيقول: ما تصنع إن ظفرت بمحبوبتك؟ فقال: أمتع عيني من وجهها، فسمعي من حديثها، فأكثر منها ما يحرم مني كشفه إلا عن كلامي. دي إحدى مقولات من الأثر. طبعا في موضوع الصراحة ده بنتعرف أكثر على الكلام ده، تطبيق عملي في نهاية المحاضرة. إحنا بنفتح مدارك دلوقتي علشان نعرف آخر المحاضرة هنطبقه عملي إزاي. طبعا الزوج انصحه جدا ان هو الزوجه تتحدث، ما يقطعهاش كثيرا، وايضا الزوجه لما يجي زوجها يتكلم معاها تسمع له بانصات شديد، ما تقعدش تعمل مقاطعات. الاثنين مع بعض لما يتكلموا، حتى لو كل شخص من الثاني حاسس ان الموضوع دوت مش مهم، يا ريت ندعم الموضوع اكتر بان انت تسمعه علشان تحبه اكتر، وتحط نيه مختلفه علشان تجدد حبك. طبعا لما تيجي تتحاوروا مع بعض، سيبوا كل حاجه في ايديكم
ركزوا جدا مع بعض، ولما يجي حاجة عايز تعلق علق بلطف، ما يبقاش الموضوع بطريقة شديدة. ويا سلام بقى لو اتكلمنا بصوت منخفض مع بعض، مش بزعيق، الكلام بيكون بمفاد بتختلف أيضا. عاوزين بقى نعرف في 25 طريقة هنعبر بيها عن حبك لزوجتك، وعندنا 20 طريقة علشان تكسب قلب زوجك، وده اللي هنعرفه بعد شوية. بقيت مفاتيح الحب طبعا ان شاء الله هيبقى في محاضرات اخرى، لان مفاتيح الحب كتيرة جدا زي ما احنا عرفناها، ومعلوماتها كثيرة ايضا. بس علشان وقت محاضرتنا النهاردة هناخد بريك، بعد ما نتعرف على طريق 25 طريقة بتعبر بيها عن حبك لزوجتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذة سلمى، علشان تعبر عن حبك لزوجتك احنا دلوقتي بنوجه كلامنا للرجال، فنركز قوي قوي قوي، وكمان السيدات يركزوا قوي، ممكن يستخدموا الموضوع دوت مع ازواجهم. طبعا الزوج هو بيتكلم يتكلم يوم يبتسم متشوش الوجه، زي ما تعرفنا في مفاتيح الحب بيسمعها كويس جدا. يا سلام لو انت بتتكلم ضيف كلمه حلوه قوي وتقول انا بحبك، وتشعرها جدا ان انت خايف عليها وان هي مهمه جدا في حياتك، تحس باطمئنان في علاقتكم مع بعض. واعي جدا حالتها النفسيه وهي بتعدي في مشاكل او في وقت الحياه، هنختار لها اسم الدلع بقى وتستخدمه دايما. وكمان بقى لو اسم الدلع ده ما حدش بيقوله لها خالص، فتكون ليك خصوصيه خاصه في اسم الدلع الخاص بزوجتك. بتحب جدا الزوجة ان هي زوجها كده بيعبر عن حبه قدام اهلها، وكمان ايضا قدام صحابها. ايه تاني من ضمن الطرق اللي بتعبر بيها عن حبك لزوجتك؟ اسمعها كويس جدا، ويا ريت لما يكون في حوار او قرار مصيري خد رأيها دايما، ولو في تعليق يعني بتوصله المعلومات بطريقة بسيطة. الأزواج الزوجات بتحب قوي 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 أعمال البيت لما الزوج يساعدها فيها، ما مش بنقول إنها تقوم بأعمال البيت كلها، بس مجرد إن أنت تقف معاها في وقت إن هي تطبخ أو تقول لها كلام حلو وهي تطبخ، هتبقى عندها شعور رائع جدا بالسعادة أثناء الطبيخ، ويطلع لك أحلى أكل. الزوجات بتحب قوي الهدية مفاجأة. يا سلام بقى لو هي كانت طلبت الهدية دي منك وانت ساعتها ما جبتلهاش، وتفاجئها بيها في يوم من ايام مفاجأة كده، وتعملها بطريقة مختلفة، وهنعرف في اخر المحاضرة افكار ازاي نطبق طريقة توصيل الهدايا. يا سلام بقى لو فاجئناها ان احنا عندنا رحلة، يا الزوجات هتبقى سعيدة جدا بالرحلة. ليه؟ لانها على طول قاعدة في البيت. احنا بنتكلم دلوقتي عن الزوجات الغير عاملات، اما الزوجات العامله بتخرج بس الروتين بيكون زهقت منه، فلما تحضر رحله يوم الاجازه دي بتبقى مختلفه خالص. ركز قوي على لبسها، بس مش لبسها بس، وركز على طباعها كويسه، وقول لها انا بيعجبني فيك واحد واثنين وثلاثه. جاوب معاها على طول ايه الحاجات، ركز معاها جدا ايه الحاجات اللي بتعجبني فيها فيكي علشان تقدر تنميها وتطورها. لو اخطأت في شيء وانت مش حابب الصفة دي فيها، انصحها برخ شديد جدا. حاول ان انت تهدئ من غضبها لو هي غضبانه، او وقت التعامل مع الاولاد ممكن تكون الزوجه اتعصبت على ابنها او كده، فحاول ان انت تشاركها في التربيه، لان التربيه للطرفين وليس من طرف واحد. من ضمن الطرق اللي بتعبر بيها عن حبك لزوجتك، طبعا تديها الفلوس. في بعض النساء طبعا بتصرف كتير جدا، الزوج بيحب الزوجه اللي مش مبذره، طبعا انت بتديها الفلوس من غير ما هي تطلب، ده بتحبه قوي قوي. ناخد قبله بسيطه كده قبل ما تروح لعمه، وده بيديك طاقه ايجابيه للشغل، وتحس ان انت عملت صدقه، لان ده سنه برضو عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هنشاركها في طموحاتنا واحلامنا. انا هتقول لها مثلا النهارده انا في الشغل حصل لي كذا ونفسي احقق واحد واثنين، بتشركها وتقول لها انا بيحصل كذا معايا انت ايه رايك؟
مجرد المشاركة والصورة بين الأزواج بيحس سعادة زوجية وبيت بيبقى رائع جدا. وهي عندها هدية وهتقدمها لك طبعا، أكيد محضرة لك هدية بطريقة مختلفة غير التقليدية علشان تحس بقيمة الهدية. يا سلام بقى لو عجبتك وعجبت صحابك، أنا أقول لها شفت النهاردة حصل إن صاحبي الفلاني عجبته أوي مثلا الكرافتة اللي أنا لابسها أو الساعة اللي أنا لابسها أو القميص اللي أنا لابسه النهاردة عشان أنت جايبهولي، كل دي كلمتين حلوين أنا بحبك أوي علشان القيمة ليا. طبعا ده هيزود المشاعر بينكم وبين بعض. طبعا الام او الزوجه وهي بتحضر الاكل بتبقى تعبانه في المطبخ، ولما بتيجي تحضر الاكل تلاقي الزوج كل من غير ما انتظرها، ده بيبقى مش من الاتيكيت خالص. الاتيكيت ان احنا نستنى بعض ان تطلع زوجتك في سنها، ودي حاجه بحبها قوي. من ضمن الطرق اللي بتعبر بيها عن حبك لزوجتك، يا سلام بقى لو هي تعبانه ومرهقه قوي قوي، قلت لا، قلت لها النهارده انا هقوم اعمل اكله ان شاء الله تكون اكله خفيفه، بس بتعبر لها بتبقى سعيده جدا ان انت شلت عنها جزء كبير. تتكلم معاها وركز معاها قوي، انصت انصات تفاعلي من ضمن الحاجات المهمه جدا للسعاده الزوجيه. الانصات التفاعلي مش مجرد ان احنا سامعين زي الجرسون، ايوه هي بتتكلم وخلاص وانت مستمع او في مود تاني او مش متابع معاها بتقول ان الكلام اللي هي بتقوله ده مش مهم، بالعكس خالص شعرها بالاهتمامات ليها، هي بتحب ان هي تتزين بيه، فحاول ان انت كمان تزين لها وتعطر لها وعيشها جو رائع من الاجواء الرومانسيه. وانت بتتكلم اتكلم بحنان وبلطف وكلام ما يكونش ضاغط عليها نفسيا. يا سلام بقى لو الكلام ده مش بينكم وبين بعض بس، لا ما بينكم وبين الناس كلها، يكون قدوه للازواج كلهم.